وسهلا بيكم في برنامجنا زي السكر. انا نرمين هنو، والنهارده ان شاء الله نقدم لكم حلويات تعجبكم وتنول رضاكم. اول حاجه هنعملها مع بعض هيكون موس الشوكولاته والكراز، وتاني حاجه هنعملها هتكون كوكيز بالبلو بيري. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نعمل حلوياتي مع بعض. اهلا وسهلا بيكم. نعمل اول وصفه في حلقه النهارده اللي هي كراز موس الشوكولاته والكراز ومقادير الموس. هنعمل الاول بيوريه الكراز، وده هيكون 3 كوب كراز صغير و 5 معلقه كبيره سكر. وبالنسبه لموس الشوكولاته هيكون 200 جرام شوكولاته داكنه، نص كوب كريمه، 4 معالق كبيره زبده، 3 صفار بيض، 5 معلقه كبيره سكر، نص كوب بيوريه الكراز اللي حضرناه، وكوب كريمه مخفوقه. بالنسبه لموس الكراز هيكون 1.5 معلقه كبيره ميه بارده، 1 معلقه صغيره جيلاتين، 1 كوب بيوريه الكراز اللي حضرناه، 3 معالق كبيره سكر، 1 كوب كريمه مخفوقه، وكمان عندنا كريمه مخفوقه للتزيين. نبتدي بالكراز. هنحط الكراز في صينية وهنحط عليه السكر. نقلبها مع بعض. وهندخله الفرن علشان يتحمر ويستوي شوية. مش عايزينه مهروس خالص، بس عايزينه يستوي شوية وينزل شوية من الصوص الحلو بتاعه. بعد الكراز ما يطلع من الفرن هنهرسه، وهيكون بالشكل ده. ده الكراز البيوريه اللي عملناه من الكراز اللي دخلناه الفرن. نبتدي بالموس الأولاني اللي هو موس الشوكولاتة. هنحط كريمة على النار. هنضرب السكر وصفار البيض مع بعض. الكريمة بتغلي، هنحطها نصها هنا، ندوبهم مع بعض ونرجعهم الحلة علشان نعمل كريم أونغلاز. نوصلهم لحد درجة 85. كمية صغيرة فمش هتاخد وقت طويل. اوكي، كده الكريم أونغلاز جاهز. هنحطه في بول وهنحط معاه الزبدة والشوكولاتة. والكريز. هنسيبه يبرد شوية.
لحد ما نجهز الكريز او موس الكريز هنحط ميه والسكر على النار علشان نتاكد ان السكر كله داب. وهنا هنحط الكريز اوكي كده السكر خلاص داب في الميه وهنحطهم مع الكريز ونضيف لهم جيلاتين لان محتاجين حاجه تخلي الموس يمسك. الشوكولاته بتمسك في التلاجة فهي دي اللي هتخلي الموس بتاعنا يمسك، لكن بالنسبة لموس الكريز محتاجين جيلاتين علشان يمسك. اوكي دلوقتي نيجي للشوكولاتة هنحط لها الكريمة شوية شوية علشان نعمل الموس. نقلبها بالراحة بكده عندنا موس الشوكولاتة جاهز. وهنعمل نفس الحاجة هنا هنحط الكريمة مع الكريز علشان نعمل موس الكريز. وبكده موس الكريز كمان جاهز. يبقى فاضل ان احنا نحطهم في كوبايات بالشكل اللي احنا عايزينه، ممكن طبقات، ممكن طبقه شوكولاته وطبقه كريز، ممكن نعملهم في حاجه واحده كبيره. هاشيل دول واجيب الجاهزين بعد ما طلعوا من الثلاجه. وبكده نكون خلصنا أول وصفة في حلقة النهاردة اللي هي موس الشوكولاتة والكريز. يا رب تكون عجبتكم. ودلوقتي نطلع فاصل وبعد كده نكمل حلقة النهاردة مع بعض. أهلا وسهلا بيكم. نعمل تاني وصفة في حلقة النهاردة اللي هي كوكيز البلو بيري. ومقادير الكوكيز 1.5 كوب دقيق، نص معلقة صغيرة بيكنج باودر، 8 معلقة صغيرة ملح، ربع كوب زبدة، 125 جرام كريم تشيز، 3/4 كوب سكر، 1 بيضة، 1 معلقة صغيرة فانيليا، 1 معلقة كبيرة بشر ليمون، 3/4 كوب بلو بيري، 1 لـ2 معلقة كبيرة دقيق علشان نخلطها مع البلو بيري، و 1 كوب شوكولاتة رقائق شوكولاتة بيضة. هنبتدي بإن احنا نخلط الزبدة والسكر وبشر الليمون، نحط الفانيليا مع البيضة والمقادير الجافة مع بعض. وهنحط شوية دقيق على البلو بيري، ده هيشرب شوية من المية بتاعته وكمان مش هيخليه يهبط في أي وصفة احنا بنحطها فيها بالشكل ده. اوكي نبتدي نضرب الزبده والسكر. احنا طبعا بنعمل كوكيز مش بنعمل كيك، فمش بنضرب كتير، مش عايزين ندخل هواء. هنضيف الكريم تشيز ونضرب تاني.
وبعدين هنضيف البيضة. نتأكد أن كل حاجة مختلطة مع بعض كويس. وهنحط المقادير الجافة ونخلطهم مع الزبدة والبيض والسكر. لما يبتدوا يختلطوا هنضيف الشوكولاتة. ودلوقتي نضيف البلوبيري ونقلبهم بالإيد علشان طبعا مش عايزين العجينة تكسر البلوبيريز. بالراحة خالص نحاول نخلطهم مع عجينة الكوكيز. دلوقتي هنجيب صينية ونبتدي نحط الكوكيز في الصينية ونبعدهم عن بعض شوية. وهنكمل بقية العجين لحد طبعا ما نخلص الكميه كلها، وهيدخلوا الفرن بدرجه حراره 170 وهيقعدوا في الفرن حوالي ثلث ساعه. وده بيكون شكل الكوكيز بعد ما بتطلع من الفرن، ويا رب تجربوها وتعجبكم. وبكده نكون خلصنا حلقه النهارده، واشوفكم على خيره الله في الحلقه الجايه ان شاء الله.